بحضور سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد الخليفة، أنجل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت مساء أمس بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لقفز الحواجز. ونظم البطولة الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على ميدان الرفة بالاتحاد الرياضي العسكري في خامس مسابقات الموسم. وتوج سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد الخليفة أصحاب المراكز الأولى بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعدد من المسؤولين وكبار الحضور. بهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة جميع الفائزين في بطولة سموه لقفز الحواجز، معربا عن اعتزازه برعاية هذه البطولة، مشيدا بالمشاركة الواسعة من الفرسان وما شهدته المسابقة من تنافس مثير في ظل ما تمتاز به مسابقات قفز الحواجز من شعبية كبيرة باعتبارها واحدة من أهم الرياضات الفروسية. وأكد سموه أن مثل هذه المسابقات وبما تحظى به من تنافس قوي تسهم بشكل كبير في بروز العديد من الفرسان وأعدادهم لتمثيل المنتخب الوطني للمشاركة بمختلف البطولات الخارجية. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالتنظيم المتميز من قبل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة وباقي أعضاء مجلس الإدارة، مقدرا سموه جهودهم المبذولة في الارتقاء بمختلف الرياضات الفروسية، متمنيا سموه للاتحاد المزيد من التوفيق والنجاح.